أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في صباح يوم الثلاثاء 30 نوفمبر عام 1971، الساعة 5:30 صباحا، في مركز شرطة طنب الكبرى في إمارة رأس الخيمة، 6 أفراد يترأسهم شرطي أول سالم زهيل واقفون لاستعدادات أداء التمارين الصباحية التي اعتادوا عليها. وأثناء ذلك لاحظ الشرطي سالم والمكلف بالحراسة أمير المدينة مدمرات وطائرات حربية تابعة لإيران تحوم حول الجزيرة، وسفن تقترب من شواطئ الجزيرة. وفجأة أنزلت الطائرات منشورات كتب فيها: اتركوا المركز وأنزلوا العلم واخرجوا. وأبى سالم ومن معه أن يتركوا المكان، فهذه دولتي ولم تعلم بعد من نحن. فهبت الطائرة من الطائرات ونزل منها رجل مدني ومعه ضباط وجنود مسلح، وبدأ سيل الرصاص على ذلك المركز وعلى الجنود، فسقط الجرحى. ثم وجهوا ذلك الرصاص على العلم، فكان لها سالي وامسكا الراية يأبى أن يسقط هذا العلم. وماذا تعني الرصاصات في جسد سالم يصاب برصاصة تلو الرصاصة؟ ماذا تعني؟ لا شيء، فسعادته في أن يبقى علم وطنه مرفوعا شامخا. استشهد سالم برصاصة الغدر تلك، استشهد سالم وضحى بروحه ليبقى العلم مرفوعا شامخا. سلمت يا سالم وسلمت العلم، فأصبحت في الفردوس الأعلى مناصب الشهداء عاليا، وتمنت الأمهات أن تنجب مثلك يا سالم. فنحن اليوم نحتفل في بلادنا في كل عام في هذا اليوم الذي استشهدت فيه، أبقيت العلم شامخا، فلك شموخ هذا الوطن.
كل نقطة دم نزفت في اليمن أضحى وساما على صدري لي ولا أبنائي مدى العمر، ولن أنسى أي نقطة دم نزلت من شهداء الإمارات جميعا في أرض اليمن. مسلم تاريخ بلاد فيها أشكال الرجال البطل ما عليه خوف، يعلم رب. اليوم يخبرونك عن قصة شعبية مطلوبة. الأمم العظيمة ما صارت عظيمة إلا بتضحيات أبنائها وأبناء الإمارات اللي قدموا أرواحهم، مو فقط لتحرير اليمن بل لحماية المنطقة كلها من التدخلات والأطماع الخارجية، بل تم أسمائهم بإذن الله محفورة في ذاكرة الأجيال، وراح تبقى تضحياتهم قصص نرويها لأبنائنا وأحفادنا في المستقبل، وبتكون أرواحهم ترف حول الوطن تحميه مثل حصن الشامخ اللي يتحول مع السنين إلى رمز البطولة والشجاعة. وارحم شهداءنا، وارحم شهداءنا، ومن رفعت بهم رؤوسنا، اللهم صب علينا وعلى أهليهم وذويهم الصبر والسلوان، واجمعنا بهم في أعلى الجنان، وأدم على وطننا نعمة الأمن والأمان، يا رحيم يا رحمن.